EFM. بتوقيت غرينيتش، خالد العبيدي. على EFM أحلى راديو. تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فل، الناس كلها أهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من بتوقيت غرينيتش، حلقة 2 أكتوبر 2023. هذايا من الأشهر اللي يتعاودوا مرة بعد قداش، كالي لحد بالواحد 2-2 نهار 3 أكتوبر نهار 4 حاسيلوك أنسيدو سويل. مرحبا بكم، صباح النور صباح الفل، إن شاء الله تكونوا عديتوا ويكاند باهي، إن شاء الله تكونوا ارتحتوا بالأجداء، وإن شاء الله تكونوا عبيتوا أسيد إنرجي باش نقاوموا مع بعضنا أسبوع جديد من العمل. إن شاء الله نبدأوها بسويعة من زمان نحكيوا فيها على الأخبار العالمية والأحداث العالمية وما أكثرها في وقتنا هذايا، وما أكثرها في 24 و 72 ساعة الأخيرة، خاطرش نرجعوا على أهم الأحداث اللي صارت في الويكاند. دونك مرحبا بكم، انتوا حتى للسبعة متاع الصباح كيما كل يوم على EFM من الستة للسبعة في برنامج اسمه بتوقيت غرينيتش، يحكي اكسكلوزيفمون على الاكتواليتي انترناسيونال. نحكيو فن، نحكيو فيه ايكونومي، نحكيو فيه بوليتيك، ونحكيو فيه زادة سبور، ونتحلو بالقدي في سبور خاصة نهار الاثنين، خاطر عنا ويكاند خارجين دونك من ليست قائمة متاع مباريات ومتاع أحداث ومتاع أخبار طويلة وعريضة باش نحكيو عليها إن شاء الله اليوم مع وسام اللي باش يحكينا على الغياب المتواصل متاع ليونيل ميسي عن إنتر ميامي. وينو ميسي؟ باش يحكينا على اللي صار مع في مباراة الأجاكس أمستردام وإلغاء المباراة في دقيقة 84، علاش تم إلغاء المباراة هذية، التفاصيل نعرفوها بعد شوية. باش نحكيو على رابط الحكام في انجلترا اللي تبرر الهدف الملغى، ومدرب ليفربول يورغن كلوب اللي يرد على هذا التبرير. مش نرجع للتفاصيل تاع الخبر بعد شويه، اما للمعلومه فانه للمره الخامسه منذ ان انطلقت البطوله، ديجا يعني نحكيو على 6 جورني، ديجا 5 مرات تقدم الجامعه الانجليزيه لكره القدم اعتذار رسمي على خطا تحكيمي ساهم وإلا تسبب في تغيير مجرى المباراة. دونك نحكيو هنا على أهم وأقوى بطولة متاع كورة في العالم، عندها واحد من أفشل الأنظمة متاع التحكيم في العالم رغم وجود الفار. شنو اللي صار؟ التفاصيل بعد شوية مع وسام، وسام اللي باش نعمل معاه دورة على أهم النتائج متاع المباريات اللي صارت في البطولات الخمسة الكبرى الأوروبية. في أخبارنا اليوم للأسف باش نرجعوا على الهجوم الإرهابي الجديد اللي وقع في أنقرة في تركيا، باش نحكيو على الصراع ما بين أرمينيا وأذربيجان، وعشرات الآلاف وار 100,000 لاجئ جديد بسبب الصراع الجديد اللي يبدو أنه مش يتعدى إلى مرحلة مسلحة جديدة ما بين أرمينيا وأذربيجان. باش نرجع على تفاصيل ولا أصل الصراع مرة أخرى في بتوقيت غرينيتش. باش نحكيو زادة على نتائج التحقيق في الحريقة متاع الحمدانية اللي للأسف توفوا في جرتها أكثر من 100 مواطن في العراق، حكينا فيها بالتفصيل الأسبوع اللي تعدى. باش نحكيو على ميدفيديف اللي يهدد بحرب عالمية ثالثة، ما الأهم من ذلك فيما يخص الصراع الروسي الأوكراني هو إمكانية إيقاف الإعانات الأمريكية عن أوكرانيا، حدث نجم يبدل المجرى متاع العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. تفاصيل في النصف الثاني من برنامج بتوقيت غرينيتش، برنامج شو نبدأه تتسويت كالعادة مع مولاي، إن شاء الله تعديوا نهار باين تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة، وتعديوا نهار بعيد على كل ما هو مشاكل، حتى كان صارت المشاكل، حتى كان نرفسكم شكون، حتى كان عارفكم عطس فيكم وهو ما يستاهلش أصلا يكون عارفكم، ميسالش عديوا عادي يصير، نخدموا احنا لرويحنا ونصبروا، وساعات انك تعديها خير من اللي مش سمعتك مستمع، ما اسمهاش تكلف عظامك، اسمها تعديها بمزاج قال المصري. اي شان نهاركم فل، شان نهاركم ياسمين، شان نهاركم بعيد عن المشاكل، وحتى كان صارت المشاكل تفكروا ديما انه ربي يقول في كتابه العزيز ان مع العسر يسر. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش، خالد العبيدي على EFM احلى راديو. مرحبا بكم من جديد، حلقه 2 أكتوبر 2023، صباح الخير اللي مازال كيف التحق بينا. هذه بتوقيت غرينيتش من 6 إلى 7 يوميا على EFM، برنامج نرجع فيه على الاكتواليتي انترناسيونال، وعاده ما نبداوه
بالحديث على الأخبار الديكالي، الأخبار اللي تم الرياضة العالمية. اليوم شنرجع طبعا على مسار من احتجاجات على التحكيم في البريمير ليج. أما البداية باش تكون من الولايات المتحدة الأمريكية، وين وسام خير انه يتبع الاخبار نتاع ليو ميسي. صباح النور. صباح النور خالد، مرحبا بيك، فرحان برشا اللي رجعنا. عندنا برشا ظهري ما تقبلناش عن جمعة، لا اقل شوي، اقل شوي بيتيتر به مربرك، مش مشكلة. شنو حوالك؟ الحمد لله خويا. البداية نتاعنا كالعادة باش تبدا من الولايات المتحدة الأمريكية. كنقولوا رياضة وكرة قدم من الولايات المتحدة الأمريكية، اوتوماتيك ما باش نكونوا نحكيو على انتر ميامي وبالتحديد على ليونيل ميسي، الملاعب اللي صاير عليه بوليميك صغيرة في أمريكا بسبب غيابه على الماتشوات لشهر سبتمبر. نحكيو على 5 مقابلات، منها نهائي الكأس اللي خسروا انتر ميامي، اللي رجع السبب نتاع الخساره هي غياب طبعاً ميسي بالطبيعه. هما خسروا خاطر ميسي ما يلعبش. بيانسير هو يحكي انه انتر ميامي بكلها ما فهمش في كره القدم، ميسي هما الاخرين ولا به. الاسباب غير واضحه نتاع غياب ميسي الحقيقه. المدرب كان صراحة قال انه ميسي غايب بسبب الاصابه، حكي زيادة على برشا ارهاق يتعرض له الملاعب اللي نعرفه عمره توا قريب 36 عام. زيادة حكي على ميسي قال انه باش يكون موجود في واحده من 5 مقابلات القادمه. ما فهمتش التصريح انا، ذي ما فهمتوش بالضبط اخويا. امريكان ما يتفهموش بالسهل. واحدة من 5 مباريات قادمة، ما فيكش معنى؟ ولا قال ميسي باش يكون موجود مع العلم انه فما توقف دولي، معناها فما براتيكمون 10 ايام مقابلة الارجنتين، مش يلعبوا مع الارجنتين. هذا يوم فافور الحقيقة، باش نستنى ماتشات الارجنتين والويستا اكسترا. باهي اوكي، كما قلنا ميسي دونك مش موجود وما نعرفوش وينه. موجود، هو يمشي يتفرج في الماتشات، يمشي حاضر في امريكا، يتفرج حتى في فينال كان موجود مع زيدان وبيكام. زيدان اللي استدعاه رئيس النادي دافيد بيكام باش يتفرج في فينال الكوب اللي خسروا مره اخرى انتر ميامي. كان موجود مع انا راني من عشاق كريستيانو، وما نجمش نوضح اكثر. اوكي باه، فوالا شكون اللي انت متشمت؟ انت متشمت حاسر. هذا هي الاخبار نتاعنا على ميسي. كما قلنا 5 ماتشات غايب سبتمبر الكل بريسك. اللي اثار الجدل هو المدرب والتبرير نتاعو، قال ارهاق على الملاعبي وباش يرجع في واحده من 5 مقابلات القادمه. باه اسمعني قبل ما نخرجوا فاصل، خلينا نحكيوا على شنو صار في اجاكس، ومن بعد فاصل واضح نحكيوا على الاوروب. شنو هي الحكايه نتاع بون اجاكس في الاوروب؟ نحكيوا امستردام في نحكيو نتائج بعد. علاش وقفت الماتش المقابله نتاع اجاكس في الدقيقه 84؟ مقابله من مقابلات الدوري الهولندي بين اجاكس وفريق فال فايك الهولندي. الماتش اللي تقص في دقيقته 84، السبب هو انه الحارس ايتيان فيسن كان اصيب اصابه خطيره برشا بعد ما اصطدم بلاعب اخر. الملاعب يتضرب على راسه، صارت حاله بانيك كبيره بين الملاعبيه اللي جريوا خالد خباو الملاعب يغطاوه، ما خليوش للكاميرا تصوروا، هزوا كيما الستائر صغار، ما خليوش كيما قلت لك الكاميرا يصوروه، كيما صار تقريبا مع إيريكسن في مشهد مماثل برشا لكريستيانو إيريكسن وقت اللي تعرض النوبة قلبية في اللورول المش اللورول الاخراني اللي صار كما قلنا مع كريستيان إيريكسن. الملاعبية مشي والحارس مرمى فقد الوعي تقريبا ساعة كاملة بعد المقابلة. كما قلنا صارت بانيك كبيرة، لأنه الحمد لله تولى الحارس أمور واضحة. الماتش باش يرجعوا من الدقيقة 84؟ لا مازالوا ما قروش خويا. النتيجة كانت 3-2 في الأجاكس. أي واللي لعبوا تروح من يقعد يستنى يستنى يعمل رابد ليل. هذوك اي الحمد لله على الجارديان لاباس. اما تفكروا احنا قلنا بتفادليك، اما اسرتان مومو جوستومون بيكام والاكيب تاع بيكام وزيدان واحد رجعوا لعبوا بارتي 6 دقائق. اي وقتها ذولي ضد ريال سوسيداد صحيح، وعاملين 1-1 دقيقه 84 قالوا لهم راه فما قنبله في الستاد صحيح، فراغ الستاد كومبليتمون ومدري شنو، طلع فما حد شيء واحد يفدلك ورجعوا لعبوا 6 دقائق واستاد تعب صحيح على 6 دقائق صحيح. حبيت قيل قاعد الاخر حبيت نرجع لك سامحني خالد وربحوا 6 دقائق لعبوا 6 دقائق ربحت فيهم الريال. لا انا نشكره في الحاله هذه، نعرف نظريه المؤامره عندك، ما لازمش تقف في 6 دقائق رجعوا ربحوا هو ذاك ما تقفليش انت. لا حبيت نرجع لك على اللي صار مع الحارس، لاكت الانسانيه بين الملاعبيه اللي يمشيوا يغطيوا
للزميلهم الحارس راه نشوف حتى الفريق المنافس كلهم واقفين دايرين به مغطيين معناه فما الطب يخدموا في الخدمة بتاعهم. هي أكت إنسانية أبعد منها تبعد على الرياضة وكرة القدم ومحلية تكنولوجيا صحيح محلية تكنولوجيا خاطر فما دي زاباري اللي معناه حتى كيما وقت اللي صار مع كريستيان إريكسن فما دي زاباري اللي وقت داير كي صار الكام تاع كريستيان إريكسن رجل عبيد في تونس يحكيوا على الكام تاع يرحموا بلها بالرخيصه فما اون سيرتين ماشين مش نحكي ميتين انا صباحا ما فهمش فيه اما فما ماكينات اللي كانت ربما ذاك قضاء وقدر متفاهمين اما ربما كان جات فما الماكينه روحيه معناها دون لو سونس روحيه دون رو 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 كانوا نجموا يمنعوه صحيح دونك في الحاجه هذيا محلها التكنولوجيا نعملوا فاصل صغير بعد شويه نحكيوا على فضيحه البطوله الانجليزيه فضيحه التحكيم تاع البطوله الانجليزيه وش حكيوا على فضيحة مانشستر يونايتد. مانشستر زوز ماتشوات زوز انتصارات وحنا بعض الأساسي حنا بعض على البنك مانشستر تنقاد إلى هزيمة جديدة في الأولد ترافورد. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش خالد العبيدي على EFM أحلى راديو. مرحبا بكم من جديد في بتوقيت غرينيتش. مرحبا بكم بعد الفاصل. كنا نحكيه على اللي صار مع الأجاكس أمستردام والحارس نتاع المرمى اللي أغمي عليه في دقيقة 84 وتم إيقاف المباراة في لقطة إنسانية عجبت ياسر وسام اللي باش يحكينا على اللي صار في لانجلتير تحديدا في لندن في قمة الجولة اللي جمعت ما بين توتنهام وليفربول. بالفعل خالد النهار السبت اللي فات ماتش كبير الحقيقة تلعب مع 5:30 بين ليفربول توتنهام ماتش اللي وفي بفوز توتنهام 2-1 في دقيقة 95 ماتش بونتو ماركيه ماتيب في مرميه اللي نحكيه على السيناريو اللي صار في الماتش هذا بدأت مباراة يحمس يعني حكي عليها يورغان كلوب الجارديان شد 58 بونت وبعد بعد ماركيلو ديفونسور يورغان كلوب قال عمري ما ريت ماتش فيه عكس في تاريخ حياتي صار لي عكس كما صار ضد توتنهام السبت اللي فات. كما قلنا بداية المقابلة اللاعب الكوري سون مارك البونتو الأول للتوتنهام في قبل بونتو بتاع توتنهام ممكن بأقل حتى من درج بين 3-4 دقائق اللاعب لويز دياز لاعب ليفربول كان سجل الهدف الأول من كونتر أتاك ليفربول 1-0 وقتها يعني الحكم نحاه بداعي التسلل البونتو ذي يورغان كلوب كان وصف الورجو ذي قال خيالي والليليني مكتعرف ليفار يحطوا الليليني بش يعرفوا الاسكو فما الورجو واللي قال معناها ديزاربيتر حطوا الخطوط كما يحبوا هما ما فهمتش عليش ذي حسب تعبير يورغان كلوب كما قلنا بونتو تظلم فيه برشا ما فهمش ورجو الحقيقة غريبة برشا على فكرة انا لويس دياس عندي في الفانتازي نحاولي بونتو انا بدي لازمني نشكي وصلاح اسيست صحيح لويس دياز وصلاح اسيست نحاولي انت عندك صلاح غادي عليا صلاح ولويس دياز زوز هي 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 نحاولي ربي نفهم التوتر بتاعك صبيح اما مش لعبت تفهم في معناها كيف العالم كيما في العالم الكل في الرجوم الربيتر ما يمشيش يتفرج صحيح ما يمشيش يفيريفي معناها عندك سي ماتيماتيك سي ميكانيك خلينا عندك خطوط تتعمل رجو ولا مش رجو هذا ماهوش رجو معناها ثبتوه والجامعة بتاع كرة القدم اعتذرت من بعد علاش ما اعلموش الاربيتر اللي هو ماهوش رجو حاجة كانت غريبة جدا 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 ولا واللي صار كان نجم يبدل مجال المباراة طبعا في الاي اف ام تي في بعيد برشا لويس دياز على خط الرجو هيئة التحكيم الانجليزية كان هبطت بيان في الموضوع هذايا ساعة اولا اعتذرت بتبيع النادي ليفربول قالت ما هو الا خطأ انساني وهما يعتذروا يورغان كلوب مدرب ليفربول كان غاضب برشا بعد قال شنو نجموا نعملوا به الاعتذار اليوم بعد خسارة دي بوان في ماتش امبورتون كيما هكا نفكرك بالسيناريو بتاع المقابلة اللاعب الاول خذا ورقه حمراء من ليفربول جونسون صحيح في الشوط الاول دوزيام ميتون دخل جوتا كيف زاد خذا ورقه حمراء بقى يلعب بثمانيه وجول ليفربول بقى محافظ على التعادل 1-1 بعد بريسيون كبيره من توتنهام لانه يعني السيناريو كان خلينا نقول كره تذبح ليفربول في الماتش هذا
اي لا معناها السيناريو لازم يخسر اما هي جوست تسرق 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 هو داير العناوين الكل في الـ في الـ في الصحف الانجليزيه تحكي على خساره لي دو كلوب تاع مانشستر وتحكي على ليفربول كيفاش تسرق الحقيقه في السوبر ساندي سوبر ساندي نتاع اللي صار في انجلترا وهذا يجرنا لحديث واحد اخر خاطر احنا نتشكيو برشا بالتحكيم في بطولتنا راهو اللي صاير في انجلترا ما نعرفش خويا ممكن القوة اللعبة قوية ياسر لازمها 3 ارباترويات مع بعضهم ولا شنية خطر نرجع نقول يذولي 5 ولا 6 اعتذار في 7 جولات هذا الخامس 5 اعتذار رسمي في في, في 7 جولات رسائي نهار نهار سبت كيف كيف ماتش مانشستر وكريستال بالاس مانشستر ما تستحقش الانتصار متفاهمين تستحق تخسر متفاهمين أما فما بينالتي صحيح فما بينالتي في الميتور لاني كانت تنجم تبدل كانت نجم تبدل الماتش عمناول أرسنال برينتفورد نحاولها أرسنال بينالتي كانت تنجم مش تبدل الماتش تبدل الشامبيونا تبدل التاريخ متاع الكورة راي سيتي ما هزتش التريبلي والجامعة متاع كرة القدم اعتذرت اعتذار رسمي ايش نعم بيه الاعتذار أسرتم مومون لازم يفور وفور يا أما تبدل الحكاية تزيد أربيتر آخر خاطر ما ريتم قوي بالحق ولي أربيتر في كل شتار باركيمة في الباسكيت صحيح. كل هو شتار هو كل ستارتر ممكن لعبه هو كان نجم برشا هو كان نجم تنجم تلقى اعذار للحكام والا انت اعترفت اللي فما خطا ولا عاودوا الماتش ما تنجمش قوانين الفيفا ما تنجمش اي لا يفوروا في القوانين ذاك شقلت لك انا لاستعاود شوف القوانين خاطر نجم يحل الفيفا تقول لك زفر الاربيتر 90 دقيقه مهما كان ومهما صار اذا كان بتبيع ما صارش خلل قانوني معين يستوجب انه المباراه تتعاود نحكيوا اكثر انه الماتش يتقص والا معناها يهبط مور للتيران المباريات معاش ما تتعاودش خويا زيدوا اربيتر على اربيتر في كل شتار تيران زيدوا فار كامله مش حتى اربيتر نحاول اربيتر حطوا دي كاميرا تعود لك انت لور جو بالضبط الكفران بالضبط الورقه الحمراء بالضبط معناها الخطا لهنا لازم اموا تنقص التو بتاع الاخطاء بتاع الاربيتر باهي مش مشكله نحكيو على البطوله الانجليزيه جوستومون والبطولات الاوروبيه الكبرى تحب تبدا بحنا بعل لا نحب نبدا في مازلنا في البريمير ليج قلت لنا ما محموس لحنا بعل كنت تفكر نحكيو على برايتون اكل الفريق اللي احسن جمعيه في العالم حكي عليها جوارديولا حكيت انا خاطر مش تقول لي خذينا بعين انا نتبرأ لوحدك انا نتبرأ بالحاجات هذه ساعه برايتون غايب انا فيها الحكايه وقت اللي تحكي برايتون ليكيب اللي احكي عليها جوارديولا احسن جمعيه قال في العالم تلعب باس هديس اكثر جمعيه نجم تخرج لك بالكوره توصل وين تحب باي طريقه تحب عليها تخسر الحقيقه بنتيجه مدويه نهار السبت مع استون فيلا 6 بواحد الاستون فيلا كيف كيف نيوكاسل يواصل للنتائج الايجابيه نتاعو بعد 5 جورنيات كانوا صعاب من الاول على نيوكاسل ربح بيرنلي 2 بلاش ارسنال يتفوق ويربح 4 بلاش مع بورنموث ولا الماتش اللي تحب تحكي عليه انت ابداع من كريستال بالاس في الالترا فورد رينا جو كبير ابداع على شيء ما فما حاجه فما حاجه غريب انا ضد اقاله انا ضد اقاله المدرب على خاطر انا معناها نمن انه البروجي لازم ياخذ وقت متفاهمين اما فماش بروجي بدا باش ياخذ وقت عندي احساس انه فماش مشروع بدا مع تنهاك باش تخلي له الوقت مع ذلك ان انا مع انه يبقى تنهاك ويعطيوه التعزيات اللي يحب عليها ما هو لازم زيادة يتحمل مسؤوليه اختياراته على خاطر انت لقيت اون فورمول نجحت به ضد كريستال بالاس بيدو رغم اللي كريستال بالاس نتاع الكارلين كاب كان منقوص من برشا لاعبين اساسيين ربحوا 3 اما لقيت فورمول تكتيك نجحت به كمل واصل به ماكش مجبور انت على خاطرها كريستال بالاس وعلى خاطرها على الورق ايكيب سهله باش تربحها تهبط كل الملاعبيه اللي انت ممن بها معناها انا ديجا ضد قدوم ماونت على خاطر عندك برونو ديجا انت باش تثبت اللي انت كنت على حق تهبط ماونت في ماتش كريستال بالاس معتقدا انك انت كنت باش تربح المباراه وتقول راهو ماونت فينالمون كان استقطاب به صحيح هذه الفكره فهمت اثنين راشفورد ماهوش في فورما غارناتشو الطرف تقايق اللي لعبهم احد فيهم اختار اكثر من راشفورد ماهوش في فورما تنجم تقايقهم يبقى راشفورد هو البي اس ماتريس نتاع ماهوش البي اس ماتريس ماهوش البي اس ماتريس هو اليوم هو قلت لك شنحيه هنا طردوا من الجمعيه اما تو ماهوش في فورما ثلاثه والاهم حنا باع للعب صحيح دور في التكتيك نتاع مانشستر اللي ما عندك حتى ملاعب ينجم يعمل كيفه حنا باع لعب ماتش في البريمير ليج كونتر بيرنلي اساسي عمل ان ريكور
في البريمير ليغ اللي هو اكبر عدد نتاع امتار نتاع بريسينغ بوزيتيف في الستة جولات الاولى في البطولة. صحيح زيد لعب الماتش اللي بعده وزيد ربح. خذيه معناها جاك انت ليليمو اللي يبعثر او الاوراق التكتيكيه نتاع الفريق المنافس ما يخليش المنافس يلعب مرتاح واللي يخلق بالموفمون نتاعو بالحركه نتاعو يخلق لك ليك انت اسباس الاسباس اللي كان موجود عند دالوت و وعند مرابط كيلعب على اليسار ريغولون قبله ريجلون. في ماتش كريستال فلاس كان كبير ياسر صحيح غراس نوتامون للموفمون نتاع حنابعل. اي انت علاش نحي فيه حنابعل سامحني علاش لعب في ماونت برشا يا اما لعب برونو يا اما لعب ماونت ومعاهم حنابعل. صحيح سهل العمليه الحقيقه ما نعرف نرجع ونقول لك انا مع انه المدرب يواصل في المشروع نتاعه على خاطر نمن بالكونتينيتي اما بدا يبلبس شويه كاين اكثر من اللي سمح ميزابار خالد سمحني تطول شويه فما حتى مش قلبك معبي على مانشستر ناظرك الحقيقه خاطر انا متفرهد الويكاند اللي انت عامله شو فهمتني ربحين اربعه بلاش في بلاد المنافسين حاسيل ميزابار انه حنا بعل المجبري التونسي يعني جوار أجمعت الناس كل برشا لينا التعليقات لنا حتى تعليقات بتاع اللاعبيه اللي يلعبوا معها على انستغرام اللاعبيه الكل كانت فرحانه بيه فمش علاش باش يتنحى من الفورماسيون سورتو انك تعمل فيه نتائج ايجابيه اكزاكتومون فوالا اكزاكتومون ما فهمش علاش لعب ماوتو برونو زيد تي حاسيل ما اختيارات دمر حياه تينهاك بين نمشيو للليغا في اسبانيا نبداو بالبرسا اللي ربح واحد بلاش ماتش كبير مع اف سي سيفيل كذا كبير لا شيء الماتش اللي ماركا فيه سيرجيو راموس اكسيون تاع اكسيون تاع فيليكس كي ضرب تاع البار باه ريال مدريد ريال مدريد عمل مفاجاه ربح جيرونا 3 بلاش نعرفوا جيرونا السنه الفريق اللي ما خسر حتى ماتش هذا اول ماتش يخسروا خسروا مع انه ريال تربح جيرونا ماهيش مفاجاه ما هيش مفاجاه اما بارابور يعني على السنه فوالا يعني نحكي ولا بيلينغهام ربي بقى لي ستر فوالا اتلتيكو مدريد يلعب مع كاديش الليله مع ثمانية ريال بارح غلط مش علينا التعادل اللي بعده ريال سوسيداد ربح اتلتيكا بيلباو 3 بلاش في الكلاسمون ريال رجع للمرتبه الاولى ب 21 نقطة البرسا 20 بوان في المركز الثاني جيرونا في المركز الثالث ب 19 نقطة خالد واضح ميرسي بوكو وسام كانت هذه الجولة على أهم الأخبار الرياضية العالمية تحب تحكي على الانتر نحكي سبيسيالمون على لوتارو مارتينيز تفضل بابا تفضل عندك 30 ثانية اللي كان هنا عندي مساجات ولا أنت لا نورمالمون عندي أنا عندك تفضل الإكسبيروا اللي عملوا الملاعبي الأرجنتيني بتاع الانتر لوتارو مارتينيز ملاعبي اللي هبط في دقيقة 59 في المقابله الماتش وقتها بتاع متعادل 0 مقابل 0 لوتارو ماركا رباعيه كامله للانتر سوبر هاتريك ماركاها لوتارو ماركاهم الاربعه والاربعه معناها منهم 3 اهداف بلمسه واحده يعني كره سهله تجي تمشي للشبكه زاد معاهم بينالتي وصل بها للميور بيتور في السيريا في ايطاليا لوتارو خويا مبروك وان شاء الله تهز الشامبيونز ليغ اكثرش من هيك ميرسي بوكو يزي فاصل صغير بعد شويه نحكيو على الاخبار العالميه باش نحكيو على الهجوم الارهابي الجديد في تركيا باش نحكيو على الصراع ما بين ارمينيا واذربيجان باش نحكيو على نتائج التحقيق في حريق الحمدانيه سامحوني وباش نحكيو على توقف الاعانات الامريكيه لاوكرانيا راجعين بعد شويه بتوقيت غرينيتش مثل الجمعة من 6 إلى 7 متاع الصباح خالد العبيدي على EFM أحلى راديو مرحبا بكم من جديد صباح النور هذا الجزء الثاني من برنامج بتوقيت غرينيتش في حلقة 2 اكتوبر 2023 الجزء الثاني باش نبداوه للاسف بالحديث على الهجوم الارهابي اللي صار البارح لحد وين شن زوز شن مجهولين هجوم بالقنابل على وزاره الداخليه التركيه في العاصمه انقره في محيط مقر البرلمان نحكيو على منطقه خطيره ومنطقه كانت تنجم تكون
دونك عملية أخطر برشا من اللي صار. عشان نحكيكم شنو اللي صار بالتفاصيل، نحكيو على عملية صارت قبل حضور الرئيس رجب طيب أردوغان للبرلمان، اللي أردوغان اللي قال أمام البرلمان في جلسة الافتتاحية، دونك أردوغان أصر على الحضور في جلسة الافتتاحية هذه، وقال أن التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من السير باتجاه أهدافنا. أردوغان وصل لمقر البرلمان في الظهر كما كان مقرر، في حين أدانت عدة دول الهجوم الإرهابي وعبرت عن تضامنها مع تركيا. وزارة الداخلية لتركيا قالت أن زوز إرهابيين عملوا هجوم بالقنابل الشيء اللي أسفر على إصابة ضابطي شرطة. وزير الداخلية التركي علي يرليكايا قال على منصة تويتر أنه واحد من الشخصين فجر نفسه، فيما تولت الشرطة التركية أمر الآخر وتم تحييده والحمد لله. وزير الداخلية كتب أنه في حوالي الساعة 9:30 صباحا جاء إرهابيان على متن مركبة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة شؤون الداخلية لدينا وشن هجوما بالقنابل، وأشار إلى أنه الزوز ضباط متاع الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة بعد تبادل إطلاق النار، مشددا على أنه كفاح تركيا سيستمر حتى تحييد آخر إرهابي على حد وصف. في تفاصيل الحادثة كشف وزير الداخلية التركي أنه كما قلنا الإرهابي لولاني فجر نفسه، فيما تم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة وتم تحييده، معناها صار تبادل إطلاق نار ما بين الإرهابي الثاني والشرطة وقتلوه. الوزير علي يرلي كايا قال أنه الزوز شرطية الزوز بوليسية أصيبوا بجروح طفيفة خلال الهجوم اللي وقع في أنقرة وتم نقلهم مباشرة للمستشفى. وسائل الإعلام أفادت بأنه صار سماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان كما قلنا. به التفجير هذايا وقع في حي يضم مقرات متاع برشا وزارات إضافة للبرلمان، دونك نحكيو على حي برشا جوستم على بلا حومة حية على حومة حية برشا. ما نحبش نعطي دي زيكزامبل، ما نحبش نبدا نفول على حتى بلاصة في العالم. اون توكا اللي صار انه تم التعبير على المساندة من وزارة الخارجية تقريبا متاع العالم الكل. وفي مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فما برشا حزن وفما برشا إشادة باللي عملوه القوات الأمنية، لأنه يقال أنه اللي صار كان معناها ما كان مخططا له كان ينجم يكون أكبر برشا من الشيء اللي صار. للتفكير فإنه آخر تفجير شهدته تركيا كان قبل نحو عام، حكينا فيه برشا في بتوقيت غرينيتش، وأودى بحياة 6 أشخاص كما أصيب فيه 81 في الشارع في وسط إسطنبول. وقتها اتهمت تركيا مسلحين أكراد بالمسؤولية عن التفجير. للتذكير زاد فإنه خلال موجة عنف في 2015 و2016 أعلن المسلحون أكراد وتنظيم داعش وجماعات أخرى مسؤوليتهم عن عدة هجمات في مدن تركية كبرى أو نسبت إليهم هذه هي الهجمات، وقتل 37 شخص في أنقرة عندما انفجرت سيارة ملغومة في مركز نقل مزدحم. دونك ما صارش سوسبانس برشا خاطر ما قعدناش نستنى برشا الحقيقة 6 أو 7 ساعات بعد ما صار التفجير، وبدأت السبيكولاسيون على شكون الجهة المسؤولة على الهجوم الإرهابي هذايا. تبنى حزب العمال الكردستاني مرة أخرى الهجوم الانتحاري اللي نفذ نهار الأحد أمام مبنى المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلي وسط العاصمة أنقرة حسب ما أعلنت عليه وزارة الداخلية التركية. وفي آخر المعلومات الزوز الإرهابيين هذوما استخدموا سيارة متاع مسكين طبيب بيطري، هجموا عليه في داره، ضربوه بالكرتوش بحدا داره بلوتو، ضربوه بالكرتوش فكولوا الكهرباء ومشاو يعملوا بها في العملية متاعهم. نعود نفكر حزب العمال الكردستاني هو الذي تبنى الهجوم الانتحاري الذي نفذ صباح اليوم أمام صباح البارحة سامحوني أمام مبنى البرلمان التركي. ونعود نفكر مرة أخرى أنه رغم الهجوم الإرهابي فأنه جلسة الافتتاحية للبرلمان صارت، وأنه إردوغان كان حاضر فيها وقال أن التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من السير باتجاه أهدافنا. باش نواصلوا في بتوقيت غرينيتش باش نحكي وتوا على موضوع الحقيقة
ما تكلمناش فيه برشا احنا في البرنامج هذايا لانه معقد شويه لانه الماده الدسمه، اما حكينا في الموضوع، حكينا في اصل الصراع عامني والسنين ما تكلمناش فيه برشا، نحكي على الصراع ما بين ارمينيا واذربيجان. دونك باش نحكيو على اللي صاير ما بين ارمينيا واذربيجان وعلاش اليوم فما 100,000 ارميني لقاو رواحهم لاجئين. باش نرجعوا على جذور الصراع، كنا فسرناه كما قلت عمنا ولما نعاودوا لخرافة، على خطر مهم أنه نفهموا أصل الأشياء ولازمنا نفهموا الحركة علاش صاير. مانيش باش نرجع بكم للنشأة متاع أرمينيا وأذربيجان، باش نحكيوا على اللي صاير في الأعوام الأخيرة. دونك ركزوا معايا باش نفهموا بعضنا، على خطر فما تفصيلة مهمة ياسر باش نفهموا الصراع الأرميني الأذربيجاني تكمن في التقسيم بيدو في الخريطة في حد ذاتها. دونك اللي يتفرج فينا ينجم يتبعني بسهولة، اما كانك تسمع فيه توا هاو باش نحاول نوصل لك التصوير. اذربيجان وارمينيا موجودين في البارتي ما بين بحر قزوين والبحر الاسود، الفوق فما روسيا وجورجيا، تحتهم ايران، على اليمين البحر وعلى اليسار فما تركيا. المشكل انه ارمينيا تشق كاريمو اذربيجان، نعاود ارمينيا حدودها تشق اذربيجان في اثنين، معناها ارض اذربيجان مقسومه على دو بارتي ما همش مربوطين ببعضهم. باش توصل من جهه الى جهه لازمك تنتقل عبر ايران او تاخذ بيرميسيون من عند ارمينيا تو سامبلومون، والسيركولاسيون في البارتي هذيك ماهيش سهله بالكل. هذا واحد. اثنين والاهم، فما اقليم في وسط اذربيجان بيدها، نعاود نحكي مع المستمعين اللي ما همش قاعدين يشوفوا في الخريطه. دونك قلنا ارمينيا الفورم نتاعها تشق اذربيجان في اثنين، وفي وسط اذربيجان على يمين ارمينيا في الخريطه فما اقليم في وسط اذربيجان ما عنده حتى حدود مع ارمينيا، اما بعيد عليها مش برشا، بعيد عليها عشرات الكيلومترات. اما ارمينيا تقول لك راهي نتاعي، وهمش نقول لكم علاش. واللي يزيد التعقيد هو انه فعلا الاقليم هذايا فيه مئات الاف الارمينيين، ما جهه الاخرى تبع اذربيجان تقول لك الاقليم هذايا تبعني وفيه مئات الاف الاذربيجانيين. زاد عام 94 بعد خروج الزوز بلدان من الاتحاد السوفيتي تعاركوا عليه، وارمينيا هي اللي سيطرت وقتها على اقليم كاراباخ، هذايا اللي نحكيوا عليه منذ البدايه. ارمينيا سيطرت على الاقليم هذايا وحتى على الأراضي اللي حاولوا، دونك ربطت الأقليم لها هاي. عام 2020 أذربيجان بدعم تركي ترجع لتستعيد سيطرتها على معظم الأراضي هذه، أما وقتها روسيا دخلت في الموضوع وقالت لهم أي ريذو ووقفوا الضرب. دونك كونكريتمون الأراضي ولت مسيطر عليها أذربيجان، ما رسميا أقليم كاراباخ هذا أقعد تحت إشراف قوة حفظ السلام الروسية. سوكيفي ولا عنا إقليم في وسط أذربيجان معبي بسكان أرمينيا أما ما يتبع حتى حد. في الاتفاق متاع وقف إطلاق النار تفهموا الجماعة باش أرمينيا يتحللها كياس توصل به المساعدات لسكانها في الإقليم المنعزل. أذربيجان قالت ما فماش مشكل، أما على شرط تحلولي أنا زادة طريق يشق أرمينيا ويوصلني للبارتي الغربية متاعي. أرمينيا في عودة حل الكياس باش يحلولها هي الكياس توصل المساعدات لسكانها، خلينا نقولوا تبوربت شوية وقالت جماعة أذربيجان لا ما نحللهمش طريق على الأرض متاعي. جماعة أذربيجان قالوا ويا تعرفش كيفاش مالا حتى احنا باش نسكروا اللعب وماكش مش تعدي حتى شيء. تقوم أرمينيا تقول اها جوعولي في جماعتي هك، راكم ما كمش مخليني لنوصل لهم للماكلة ولا الشراب. أذربيجان قال له راهو أنت اللي مسكر الكياس وماكش محترم الاتفاقية. جماعة أرمينيا مستقوين بشكون؟ مستقوين بروسيا. أما عمك بوتين كيف شاف أرمينيا ما نفذتش اللي وعدت به بدا يهز عليهم في يده شوية، بدا يرخ بدا يفد منهم أون بلوس ليه بالحرب متاعه. مع ذلك جات روسيا قالت له ما يتعرفش كيفاش إجا نتفاهموا الثلاثة كل واحدة نحلولها طريق باش توصل مساعدات لسكانها في الإقليم بيدو. نعود فكركم إقليم كاراباخ فيه
آلاف المتساكنين الأرمينيين وآلاف المتساكنين الأذربيجانيين. نورمالمون هذية ما فيها شيء، أنت تحل كياس ونحل كياس وكل واحد يوكل جماعته. يخرج هكا رئيس حكومة أرمينيا ويقول أنا الغالط، اسمعوا مليح هذية، قال أنا الغالط اللي عملت على روسيا، خاصة وأنه بدأ الحديث على انتخابات في الإقليم اللي يتعاركوا عليه والسكان هما اللي يختاروا يمشيوا مع أذربيجان ولا أرمينيا. أما كيف حس اللي هو باش يخسر، رئيس حكومة أرمينيا انغر. أما يقول القائل ينغر عادي، أما يتقبح في روسيا جملة كباراته ما عملوهاش، لازم الحكاية فيها إن. وكيل عادة الإن اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكان شدوا جنب أرمينيا، علاش حسب رأيكم؟ تتفكروا في أول خرافة شنو قلت لكم أنا على الخريطة؟ قلت لكم أرمينيا وأذربيجان عندهم على اليمين البحر، فوقهم فما روسيا وجورجيا، على يسارهم فما تركيا، وتحتهم شكون فما؟ فما إيران. وإفكتيفمون أمريكا وأرمينيا تفاهموا ديجا باش يعملوا مناورات عسكرية مشتركة على الحدود مع إيران باش تبدأ الأيامات الجاية. تعمل هكا أذربيجان وتمشي تتفاهم مع إيران طبعا على عمل عسكري مشترك، وهكاكا الكارتة تعاود تتمشك من جديد والتحالفات تتغير بين ليلة وضحاها. السكان الأرمينيين اللي في إقليم كارباخ قالك ما عادش فيها، مساكن هزوا رواحهم وهربوا من الإقليم على خاطر شامين اللي فهم حكاية باش تصير في الأيامات الجاية. واليوم هما في عداد اللاجئين، بعثة من الأمم المتحدة هبطت تتفقد بلدان أوروبية، قالت لازم نوفر لهم ملاجئ، والفوضى أصبحت عارمة. واللي صاير ينبأ بأنه الصراع المسلح باش يعاود يشعل من أول وجديد. أما السؤال، هل باش تقف الحكاية عند أرمينيا وأذربيجان، وإلا الصراع باش ينتقل للأراضي الإيرانية؟ المستقبل يجاوبنا. فاصل صغير، بعد شوية نحكيه على وزارة الداخلية العراقية اللي أعلنت على نتائج التحقيق في حريق الحمدانية. بتوقيت غرينيتش من 2 للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح، خالد العبيدي على EFM أحلى راديو. مرحبا بكم من جديد في بتوقيت غرينيتش، حلقة 2 أكتوبر 2023. صباح الخير، صباح الفل اللي مازال كيف التحق بينا. بعد شوية عندكم موعد مع الميتيو والأخبار، بعده يجيكم برهان بسيسة. مقبل خلينا نكملوا البارتي الأخرانية من برنامجنا، ومش نحكيه على وزارة الداخلية العراقية اللي أعلنت في مؤتمر صحفي البارح نهار الأحد على نتائج تحقيقات في حريق الحمدانية، مشيرة إلى أن عدد الضحايا بتاع الحريق بلغ للأسف 107 قتلى إضافة ل 82 جريح. وزارة الداخلية العراقية قالت أنه قاعة الحفلات فالحمدانية كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال، وأضافت أنه السبب الرئيسي في الحريق هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات. دونك لي سبيكولاسيون، التكهنات، توقعات، القراءة الأولية كانت صحيحة فيما يخص السبب متاع اندلاع الحريق هذا. نعاود فكركم أنه خذينا أن سبيسياليست احنا في من العراق نهار الجمعة، وكان قالنا أنه في العراق عندهم خاصية، عندهم قاعات يتنصبوا ما همش بال مش بس مش بني، معناه مش سي مش البني متاعنا، مش ياجور وسيمان ودرا شنو، اما مواد كلها بلاستيكيه، ياخذوا تيران ويحطوا ويطلعوا، معناها ماهوش خيم، اما حاجه كيما باش من فوق وحاجات بلاستيكيه، حاجات قابله للاشتعال. دونك هذاك علاش كي شعلت الافلام كبشت في، كيما شفتوا التصويره نتاع الحريق كبشت في، كبشت وسرحت بسرعه، وكانت نتيجه كيما قلنا 107 قتلى و82 جريح. الداخليه العراقيه
احالت قائم مقام الحمدانيه ومسؤولين اخرين القضاء على خلفيه الحادث. علاش؟ على خاطر الحكومه تقول انه هي عامله مجهود وفما قانون يمنع انتساب القاعات من النوع هذية، وكان على المسؤولين في البقعة هذية انهم يتحملوا المسؤولية متاعها. الحريق كان شاب نعاود نفكر في قاعة الأعراس في بلدة الحمدانية في محافظة النينوي في شمال العراق خلال حفل زفاف نهار الثلاثة اللي تعدى حسب ما أعلنت عليه السلطات. وفي وقت لاحق نهار الخميس اللي تعدى كان رئيس الوزراء العراقي محمد شجاع السوداني زار المصابين وأسر الضحايا في شمال العراق وأعلن على حداد مدته 3 ايام. دونك لانفورماسيون اي كونفيرمي، السبب نتاع الحريق هو الالعاب النهريه والقاعه اللي مغلفه بمواد سريعه الاشتعال. باش نحكيو على روسيا واوكرانيا توايس جاي، باش نحكيو على اخبار ربما يبدل المعطيات في العمليه العسكريه الخاصه في أوكرانيا. بمعنى البارح لحد أوكرانيا أعلنت أنها تتواصل مع مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، اسمعوا مليح، لضمان حصولها على مساعدات جديدة في أعقاب توصل الكونغرس إلى اتفاق تمويل الحكومة يحول دون إغلاق المؤسسات الفيدرالية. حذفت منه بنود دعم كيف. حكينا على الكريز بتاع البيوجي بتاع الميزانية بتاع أمريكا، حكينا على انه كيفاش الجمهوريين منهم العديد كانوا ضد رفع سقف الدين، ومنهم برشا ضد الاموال الطائله اللي تدعم بها الولايات المتحده الامريكيه اوكرانيا في وقت الولايات المتحده الامريكيه بيدها مستحقه الفلوس. مجلس النواب ومجلس الشيوخ الامريكي تبنوا نهار السبت اجراء طارئ يتيح مواصله تمويل الاداره الفيدراليه مؤقتا لمده 45 يوم، ويتعين على المشرعين توا النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق ب 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا اللي يحب الرئيس جو بايدن إدراجها في الميزانية. قالوا له راهو صعيب ياسر تخليوك تحط ال 24 مليار هذية اللي ناوي تعطيها الأوكرانيا في الميزانية. تجميد المساعدات لأوكرانيا جاء في الاتفاق الأمريكي بضغط من الجناح اليميني في الحزب الجمهوري. والمتحدث باسم وزارة الخارجية في أوكرانيا أوليغ نيكولينكو قال البارح أن الحكومة الأوكرانية تعمل بفعالية مع شركائها الأمريكيين لضمان أن يشمل القرار الجديد بشأن الميزانية الأمريكية اللي سيتم صياغته خلال 45 يوم القادمة موارد جديدة لدعم أوكرانيا. وأشار إلى أن الوضع بشأن الميزانية المؤقتة تاع الولايات المتحدة الأمريكية ماهوش باش يوقف تدفق المساعدات اللي سبق الإعلان عليه، اللي تم الإعلان عليه سبق باش يتعدى. أما ال 24 مليار اللي ناويين مازالوا يمدوهم في 2023 لأوكرانيا صعيب شوية كان يمشي، وهذا حسب أن النواب تاع الحزب الجمهوري. نعاود نفكر أن الحزب الجمهوري عنده الأغلبية في الكونغرس الأمريكي. كيف طبعا تعول بشكل أساسي على المساعدات الغربية لمواجهة الروس في الحرب اللي بدأت في 24 فيفري 2022. الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول اللي تقدم مساعدات لأوكرانيا مع دعم عسكري تجاوزت قيمته ل 40 مليار دولار حتى التو، إلا أنه دعم أوكرانيا كما قلنا أصبح موضوع انقسام سياسي داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين إدارة جو بايدن الديمقراطية والحزب الجمهوري، الخلاف اللي قاعد يكبر شيئا فشيئا مع اقتراب موعد الانتخابات متاع 2024. اسكو الجناح الجمهوري باش ينتصر في المعركة هذية وإلا لا؟ واسكو انتصار الحزب الجمهوري سيدفع بطريقة أو بأخرى لإنهاء ديفينيتيفمون الحرب الروسية الأوكرانية بانتصار روسيا وإلا لا؟ المستقبل القريب ال 45 يوم الجايين يعطيونا الإجابة. باقي في نفس الموضوع نختم بالحديث على ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دونك نائب بوتين. ديمتري ميدفيديف لوم نيميرو 2 في روسيا قال أنه بلاده ستعتبر المدربين البريطانيين والمصانع الألمانية أهدافا مشروعة لها إن استمرت برلين ولندن بتأجيج النزاع في أوكرانيا. علاش قال هكا؟
قال هكا في تعليقه على دعوة رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري أغنيس اشتراك ولا تزويد كييف بصواريخ توروس، وفي نفس الوقت اقتراح وزير الدفاع البريطاني جرانت شيبس نقل تدريب العسكريين الأوكرانيين إلى الأراضي الأوكرانية بالاعتماد على مدربين بريطانيين. دون قال لهم إذا كنتم باش تساهموا مباشرة في تدريب الجنود الأوكرانيين فأنكم توما زادة باش توليوا هدف أهداف مشروعة للجيوش الروسية. وفي تعليق على القرارات هذية متاع ألمانيا وبريطانيا يقول ميدفيديف أنه هؤلاء البلهاء حسب تعبيره بهل المعنية يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة، وهذه ليست المرة الأولى اللي يتحدث فيها ميدفيديف عن إمكانية اشتعال الحرب العالمية الثالثة. اسكو إلي سيريو في الحديث اللي قاعد يقول فيه وإلا لا ميدفيديف ما نعرفوش. اللي نعرفه أنه ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني خذي كلامه بجدية كبيرة ياسر، و أصر أنه يخرج مش يتراجع عن موقف وما كوميم تراجع شوية. أش قال ريشي سوناك؟ قال مقترح وزير الدفاع جرانت تشيبس منعرفش بشأن إرسال مدربين عسكريين لأوكرانيا متعلق بالأمد الطويل، مش توا قال لهم راهم مش نبعث مدربين بريطانيين لأوكرانيا، وقال راهم مش نبعث مدربين لأوكرانيا مش في علاقة بالصراع الحالي، مش بشي حرب روسيا. معناها جاب لي ورقة المصري، فهمت شيء ذا؟ طبعا قالوا بعد تصريح موسكو بأن المدربين البريطانيين مش يتحاولوا لأهداف مشروعة في كييف. دونك كييف الولايات المتحدة الأمريكية تنجم تجبد بها في أمور مساعدات مالية ضخمة. ريشي سوناك تقهقر مباشرة بعد تصريح ميدفيديف عن الإحاطة العسكرية. هل هي بداية النهاية لي الحرب الروسية الأوكرانية؟ هاي كملنا احنا. بعد شوية عندكم موعد مع الميتيو الأخبار، بعده يجيكم مريم سايس وباقي فريق إيميسيون امبوسيبل. ميرسي بوكو نور في الإخراج، ياسمين في الإعداد، حلام العبدلي في رئاسة التحرير، سفيان في إي إف إم دي بي، ونرمين في الديجيتال. وميرسي بوكو لكم توما اللي سمعتونا من 6 متاع صباح. نهاركم زين وتحياتي. EFM انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش. خالد العبيدي على EFM احلى راديو.